ذكر الملل الست وأحكامها. وهذه ملل الأديان قد نوصبت، لابد للمرء من أن يعرف المللا. فالمسلمون وهم مفن ومجتارح، والمجرمون بنهك منهم انفاصلا. أو مستحل وأحكم الأولى امتاهكوا، يرجعوا كل ما صبوا وإن جازلا. وقد يجوز لكل ما يجوز لنا، إلا الولايات خصت بالذي عادلا. يهود ثم النصارى والمجوس معا، والصابئون لهم حكم وقد عوقلا. يسالمون إذا انقضوا على صاغر، بجزية أو أبوا فالكل قد قوتلا. والمشركون ذو الأوثان ليس لهم سلامة غير أن دنوا بما نازلا. والحكم إن حاربوا في الكل متاحد، مهب وسبي وقتل فيهم فوعلا. حشى قريشا فإن سبي ممتنع، فيهم على قول أهل المغرب الفضلا. والذبح إن سالموا أهل الكتاب معا، نكاح منهم أجز إلا الإماء فلا.